ما حكم العلاقات العاطفية؟ وهل يجوز مصافحة المرأة في الجانب التعليمي؟ ذات تعليم. والله العلاقات العاطفية دي، عاطفة مع ولد في حدود، ما مشكلة، تريده يريدك في الله سبحانه وتعالى، ورجلان تحابا في الله اجتماعا عليه وتفرقا شنو عليه، لكن بدي بتحبها في شنو؟ الولد ده حبيته في الله، بدي بتحبها في شنو؟ تغوش على الناس انت يا اخي. والحمد لله انتوا جامعتكم دي ما فيها انتهى، كديسه ذات يمكن ما تكون انتهى، ذكور بس بيجوا هنا ياكلوا ويمشوا ويرجعوا، بعد الكرتة ما في انتهى هنا الا السفنجه والمويه بس، ما في والدبرك بس، الله يوفقه. ما تسوي علاقة بدي بتضيعك، والله تبقى بعدين في أغاني وفي بلبلة، ولاقيته في اللفة والألم اللي علي خفة، أنت مالكم على الألم؟ والله كذب زاي ونخبته، ما تمشي تكذب على البيت، أنا بحبك وأنت بتحبيني وما قادر أنوم وبعد النجوم وحرام القلوب تلب وخلاني أتقلب، أنا مقبل قلت لك ما أتقلب نوم ساد، أنت باري حاجات زي دي ليش؟ كلهم لابدين زي قرد الطلع، واحد تلقاه في الظلمة براو ما يتلفت، قاعد براو يتلفت، ده باقي لك فيه، بيقول له في كلام فيه خير، الإثم ما حاك في نفسك وخشيت شنو أي يطلع عليه الناس، كذب على البيت ووك إلى آخر، يا أخي امشي دق الباب عديل طق طق سلام عليك، أنت أبوه ولا عمه؟ قول النصيحة، والله يا أبوه عديل، أنا داير البيت دي، أدوك شاكوش أكله وأبقى مارك، ما أدوك شاكوش عقد ليك تاني تونس معاه، يتونس معاه وكذي بعدين وخذ راحتك تاني ما فيش، لكن أنت كذب على سايب الناس كذابين، ويترسل له رسائل وهو يرسل لها رسائل، والله تلقى مفلس ويرسل لها في القروش، واحد وراني الموبايل بتاع أخوه كاتب له مشهور بالكرم وأرواحنا بك تنجم، شوف التلج ده كيف قال مشهور بالكرم وارواحنا بيك تنجم، حاشاك البخل دمعه ما بتتلم، رسل لي رصيد ودع عليه ما بتندم، الله يتندم ندم، قروشك دي ما بيسالوك منها، ترسل رصيد للبيت يجي بالشحات يقول لا الله كريم، والبيت اغنيانه يديها في القروش، عامل فيها كريم، شاد البنطلون من صاحبه والقميص من صاحبه الثاني والريحه بالدين وجيبه ما فيه شيء وكذب عليها، الو انا وابوي جاي من ابو ظبي وابو لافي في الملجه، حرام والله، الله بيسالك ما تكذب والله، وكمان الحرام ده شوف الحرام ده بيوجع القلب، والله دي فايده انت وخذها، بيوجع لك قلبك ساي، تقعد سنتين تكذب عليها، بعد سنتين تتصل بها يجيك الرقم مشغول، ثاني بعد شويه تقول لك يا زول ثاني ما تتصل، في شنو؟ والله عقدوا علي وخلاص، معناه انت شنو؟ شغلتك دينا يكون عقدوا عليها، واحد لما فيها جا مغترب بعدين انت ساعتك بجنبه رفع الاذى عن الطريق صدقه وخشه تخش زايدة. والائمه الاربعه مجمعون على النهي عن سماع الاغاني كما في كتاب غاثة الاهفان لابن القيم رحمه الله تعالى، سئل الإمام مالك عن الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق، وسئل الإمام أحمد فقال ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني، وقال الشافعي رحمه الله عن المسمع بجاريته قال ديوث ترد شهادته، ديوث ترد شهادته، والأحناف لهم قول شديد في الغناء، وهكذا الأئمة، فالواجب على الإنسان أن يترك هذا الأمر، دي كلها أوهام ساي، بيخشوك ساي أوهام، أسمع قرآن بتستفيد منه، ضيع زمنك ساي، لهيب الشوق، تقعد تفكر الشوق ده عنده لهيب وشرار ولا فيه شنو، لخبطة ساي، اتق الله في نفسك، والله بيسألك من السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه شنو؟ مسؤولة، ويعلم الزول قلة الأدب، غنى ده، كله قلة أدب ساي. انت لقاك فنان قال وحد الله تعالى، لقاك ولا قال صلوا الصلاه سمحه ولا بروا الوالدين ولا ومن غير موسيقى وكذا،
وإنما لخبطة ساي لخبطة كلها البيت يوصفوا في البيت وصدفة وما صدفة وما مشكلة ونبدأ من الصفر وانتو خليتوه عشان تبدو من الصفر وما بعرف ولو مرة في الأسبوع نتكتك الموضوع داري تكتكوا يا موضوع ما عارف كلام كله لخبطة ما بجوز في الشريعة الغنى حرام الناس تجتنبوا نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير.